طيب بنرحب بيكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح زي ما متعودين كل يوم واخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة. ومراسلتنا هتكون معانا سالة حامد، هي موجودة دلوقتي في النادي الاهلي بالجزيرة، ومعاها الاستاذ خالد مرسي مدير مقر اهلي الجزيرة. صباح الخير عليك يا سالة، وصباح الخير طبعا على الاستاذ خالد مرسي، صبح لنا عليه وتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير طبعا يا نهاوند، واكيد بصبح على كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل اخبار النادي الاهلي وطبعا فرقه الرياضيه. وهيكون بالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي هيكون معايا لقاء مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. بس خليني قبل ما اروح للاستاذ خالد مرسي اكلمكم شويه عن اخبار النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. خليني طبعا في بداية ابتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، ويمكن النهارده ان شاء الله يعني لاعبي النادي الاهلي هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. يمكن طبعا يعني دايما لاعبي النادي الاهلي بيتمرنوا في تمام الساعه 5 مساء كل يوم على ملعب مختار التتش، ولكن النهارده ان شاء الله يعني التدريب اتاجل بقى في تمام الساعه 3 عصرا طبعا استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله امام الجونه، واللي هتكون بكره في تمام الساعه 9 مساء ضمن طبعا منافسات بطوله الدوري الممتاز لكرة القدم. كمان خليني أقول لك إنه يعني دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي يعني أكد على جاهزية طبعا نجم النادي الأهلي محمد شريف لمباراة الجونة، فإن شاء الله هيكون متواجد ضمن قائمة الفريق النادي الأهلي للمباراة القادمة. كمان خليني أقول لكم إنه إمبارح يعني بعثت النادي الأهلي لتنس الطاولة سيدات ومعاهم طبعا الكابتن عادل الشومان المدرب العام لفريق التنس الطاولة سيدات، كانوا يعني كلهم وصلوا إمبارح للقاهرة في تمام الساعة 6:30 مساء طبعا بعد ما يعني توجوا وحصلوا على بطولة العربية للأندية اللي كانت مقامة في الأردن. فطبعا بنبارك لهم وبارك لكل جماهير النادي الأهلي، وأكيد ببارك لك نهاوند وببارك لكريم. خليني بقى دلوقتي أروح طبعا في لقاء مهم مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا يا أستاذ خالد في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا خليني في البداية أصبح على حضرتك. صباح الخير عليك يا سلا، وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة النادي الأهلي، صباح الخير لكريم ونهاوند واهلا بيكم. استاذ خالد طبعا يمكن مقر النادي الاهلي بالجزيره بالاخص شهد العديد من الانجازات الفتره الماضيه، منها طبعا يعني وتطورات يعني وطفره انشائيه، منها طبعا البوابه الجديده صاله الجمباز صاله الكاراتيه وكمان المبنى الاجتماعي. عايزين حضرتك تكلم طبعا عن كل الانجازات دي والطفره الانشائيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا احنا شغالين طبقا لرؤيه وقرارات مجلس الاداره بصفه مستمره الحقيقه، وفي رؤيه واضحه الحقيقه معانا من زمان من بدايه المجلس ان احنا بصفه مستمره، ده انت عارفه السلوجان بتاع النادي تاريخ مبادئ تطوير، فاحنا شغالين على محورين مهمين قوي التطوير والانشاء. انت عارفه الجزيره ليه طبع خاص بصغر حجمه وكده، فاحنا شغالين على ملف التطوير ده الحقيقه من فتره مهم جدا جدا. عندنا الحقيقه الفتره اللي فاتت قمنا بتطوير مبنيين مهمين جدا جدا، المبنى الاجتماعي الرئيسي اللي احنا واقفين فيه حاليا دلوقتي احنا قمنا بتطويره بشكل كامل داخليا وخارجيا، والحمد لله تم بشكل لائق لاعضاء النادي وقيمتهم عندنا. نفس الكلام ما ننساش الناحيه الثانيه، عندنا الصالون القديم صالون راتب ده اقدم مبنى في النادي قمنا برضو بتطويره، كان يلزم ان احنا نطوره الحقيقه، برضو قمنا بتطوير كامل. وانت عارفه المكان ده خاص بكبار السن، اخواتنا الكبار وابهاتنا كلهم بيترددوا على المكان ده، فكان واجب علينا ان احنا نقوم بتطويره بالشكل اللائق ليهم. ما ننساش برضو احنا عندنا هنا، احنا واقفين في المكان ورانا هنا دواليب الكؤوس اللي بتشيل جزء صغير جدا من كؤوس ودروع البطولات اللي الاهلي بيحصل عليها، فالحقيقه كان عندنا دولاب بخلف هنا قمنا بتطويره بشكل كامل عشان يمشي بالشكل اللائق الجميل ده، يمشي بنفس السيمترية بالدولاب اللي جنبه، والحقيقه لاقى استحسان كبير جدا من اعضاء النادي، واحنا بنلاحظه دايما من الاعضاء اللي بييجوا يلتقطوا الصور التذكاريه مع الكؤوس والدروع بتاعه. وعلى فكره في كل الالعاب مش كره القدم بس، بكل الالعاب الرياضيه زي ما شايفين. برضو ما ننساش ان احنا عندنا في تطوير مهم جدا حصل عندنا لغرف اللبس بتاعه الجمباز الاولاد والبنات، والحقيقه انا بشكر اداره الصيانه الحقيقه اللي عملت مجهود رائع عشان يطلع بالشكل اللائق لاولادنا وبناتنا الممارسين لهذه اللعبه المهمه جدا عندنا. نخش بقى على الانشاء، احنا عندنا طبعا حاليا
هدم مختار المدرج القديم للاستاد التتش. الحقيقه بشكر المهندس علي كامل، المهندس سامح علي كامل فيه الحقيقه القايم بمجهود كبير جدا الحقيقه، وده كان بالذات يعني انا بعتذر وحقيقه وبشكر في نفس الوقت اعضاء النادي اللي هم تحملونا الفتره اللي فاتت، لان انت عارفه ده في الجزء يمكن الربع الاخير من النادي من الناحيه الثانيه، فاحنا عاملين حاجز كبير بس عشان نحافظ على صحه اعضائنا واولادنا اعضاء النادي الاهلي، وفي نفس الوقت برضو من جوه الملعب عشان ما يعقش تدريبات الفريق الاول للكوره، هي عملنا حاجز كبير، فانا بعتذر لهم بشكرهم جدا. واحنا خلاص في الامطار الاخيره تقريبا 90-95% من اعمال الهدم تمت بنجاح الحمد لله، دلوقتي احنا بنشيل الردم وده يوميا بالليل بعد ما النادي يقفل، يعني احنا ما بنشتغلش في وجود الاعضاء عشان ما يبقاش في مشكله لاعضاء النادي، فالحمد لله احنا بننهي الموضوع ان شاء الله، بعد كده هيبقى في حاجه جميله جدا للاعضاء ان شاء الله ان شاء الله يفرحوا بيها، ودي رؤيه طبعا مجلس الاداره الموقر بقياده الكابتن محمود الخطيب. في حاجه بس مش عايز انساها، احنا عندنا طبعا حدث فريد، احنا خدنا بطولتين لافريقيا ورا بعض التاسعه والعشره، فعندنا الكاس العاشر الحقيقه احنا حاطينه ورانا هنا في ستاند جميل شيك مكشوف حقيقه، كانت في رؤيه الدكتور سعد انا بشكره عليها جدا، الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، ان احنا نبعت الكاس بدل ما هو يفضل في الجزيره للفروع الاخرى لينا، اذا كان فرع الشيخ زايد او فرع مدينه نصر، وبالفعل احنا جبنا عربيه مكشوفه وتجاوب بيها في وتجول في شوارع القاهره، والحقيقه لقينا استحسان كبير جدا من جماهير النادي، وهي الكاس ماشيه بالعربيه، الناس بتمشي بتتصور بتلتقط الصور التذكاريه مع الكاس، عملنا حاله من السعاده والبهجه الحقيقه لجميع مشجعي النادي الاهلي، ويقفوا يعملوا علامه النصر، وفعلا راح الفرع بتاع الشيخ زايد الاول الحقيقه قعد من اسبوع ل 10 ايام، وبعدين نقلناه برضو بنفس الطريقه الجميله دي لفرع نادي مدينه نصر، برضو فضل هناك تقريبا 10 ايام لغايه ما رجع تاني بيته مقر الجزيره، وموجود هنا ورانا برضو، وعلى طول الاعضاء بيجي الحقيقه يلتقطوا صور تذكاريه مع الكاس. استاذ خالد طبعا يمكن انت اتكلمت عن نقطه مهمه جدا وهي هدم المدرج طبعا الخاص بملعب مختار التتش، يعني عايزين طبعا نعرف من حضرتك ازاي الهدم ده يعني بيتم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، مع طبعا انه الاعضاء يعني عادي بتكون متواجده في النادي بشكل طبيعي، وكمان تدريبات الفريق الاول لكره القدم طبعا مستمره داخل ملعب مختار التتش. طبعا احنا ما فيش حاجه بنعملها في النادي الا بخطه واضحه، واضحة الملامح بخطة زمنية محددة، بداية الأعمال بتبقى إمتى، بتواريخ محددة بنهاية الأعمال، فالحقيقة احنا بنبقى عاملين كنترول قوي جدا من جميع الإدارات في النادي، إذا كان الأمن أو إذا كان إدارة الخدمات، إذا كانت الصيانة إدارة هندسية، فالحقيقة بتبقى العملية منظمة جدا، فالحقيقة عملية الهدم هي المدرج قديم، فكانت العملية الحقيقة كلنا كنا متخوفين منها، بس الحمد لله تمت بالمجموعة دي كلها اللي احنا عملنا شبه لجنة وكنا بنتابعها يوميا كل الإدارة الحقيقة في النادي بالنيابة عني يعني من أنا وبقية المديرين كلهم، وبيتم دايما متابعة الأعمال دي عشان ما نجيش ناحية العضو ولا ناحية تدريبات الفريق، لأن كمان المدرج جاي في قلب النادي، يعني هو جاي ناحية الملاعب الرياضية كلها وفي أطفال هناك بيتمرنوا، فالحمد لله بسبب النظام ده بسبب الترتيب بسبب المواعيد المحددة والخطة الواضحة احنا شغالين عليها، فالحمد لله تمت زي ما بقول لحضرتك بنسبة 95% بنجاح، وربنا يكملها على خير، وإن شاء الله إن شاء الله تبقى في حاجة كويسة جدا لأعضاء النادي يتبسطوا بيها زي ما احنا دايما معودينهم، فالحمد لله ان هي تمت على كده. واما بالنسبه للتطوير وكده فاحنا في تعليمات واضحه الحقيقه من مجلس الاداره ان احنا ما بنقفش، يعني التطوير ده بصفه مستمره شغال في النادي اذا كان هنا او في بقيه الفروع احنا ما بنقفش، يعني اللي طبعا انت عارفه النادي هنا يعني المباني كلها عشان حجمه صغير قائمه بالفعل، فاحنا على طول بنقوم زي ما قلت لحضرتك في البدايه بنقوم بتطوير كل ما هو موجود في النادي. استاذ خالد طبعا بشكر حضرتك جدا، وطبعا بتمنى لحضرتك المزيد من التفوق وطبعا المزيد طبعا من انشاءات لاعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا لحضرتك وصباح الخير. دي طبعا يا نهواندو كريم كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا اللي كلمنا عن الطفره الانشائيه اللي موجوده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره واكيد التطورات الفتره المقبله لاعضاء النادي الاهلي. اكيد انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو وكلمه ليكي طبعا يا نهواندو تفضلي. اولا انا بشكرك جدا يا سالا، واكيد نشكر استاذ خالد، ويمكن ان هو قال جمله محترمه جدا، هو تحدث ان التطوير اكيد مستمر ومش بس في فرع الجزيره في كل الفروع، وده اللي احنا بنحاول اكيد من خلال كاميرا يعني قناه الاهلي سواء في 10 الصبح في الاهلي او كل البرامج ان احنا ننقله لحضراتكم لحظه بلحظه.